برنامج علم للدنيا يد الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وبعد، أحبتي في الله، فيسعدني في هذه الحلقة الخاصة أن أستضيف أخا حبيبا عزيزا وغاليا علي أنا شخصيا وأيضا على قناة الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم الحب فيه حتى نلقاه تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي الحبيب الدكتور محمد العجرودي، الباحث في هيئة الإعجاز العلمي، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بجميع مشاهدي الرحمة. ربنا يبارك فيك يا دكتور محمد، وشرفتنا. وشرفك الله يا دكتور، وبارك الله فيك. أسعدك الله. أنا عايز من فترة طويلة أستضيفك. والله إني أحبك في الله، يعني واضح أحبك الذي أحبتني فيه، واضح أنك مشغول يعني عننا شوي. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. في الحقيقة لا أدري من أين أبدأ، ولكن يعني دكتور محمد العجرودي، طبعا أنا أسيبه يتكلم. أنا عادة في اللقاءات ديت بسيب العالم الجليل يعني يفيض الله عليه من فضله. الله خير. وإحنا سنطوف بمشيئة الله عز وجل حول الإعجاز العلمي في شجرة الزيتون المذكورة في كتاب الله عز وجل سبع مرات في سبع آيات. وهذه الشجرة شجرة مباركة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وأيضا في سورة النور الله نور السماوات والأرض الآية. اتفضل دكتور محمد، يعني احنا في الأول يعني نبذة قصيرة كده عن يعني أهمية العلم في هذا الدين. نعم. ولماذا نتناول هذه القضايا؟ يعني هل الإعجاز وسيلة ولا هدف؟ يعني برضو دي مهمة، الإعجاز العلمي وسيلة ولا هدف في حد ذاته؟ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طبعا بعد حمد الله وبعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقول وبالله التوفيق طبعا أن الإعجاز العلمي وسيلة دعوية، وهي أسلوب لتوحيد الخالق والتعرف على قدرته العظيمة، وهي من أفضل الوسائل في عصرنا هذا، عصر العلم. وديننا دين العلم، وكيفما يعلم قطاع كبير من أحبابنا المشاهدين أن قرآننا العظيم قد ابتدأ في افتتاحية وحي السماء بقول الله عز وجل اقرأ، ولم يبتدئ بقوله آمن أو صلي، ولكنه دلنا على العلم الذي يتبعه الإيمان. الله يكرمك. وفعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم هنا يعني مفتاح عظيم جدا لتوحيد الخالق وللتعرف على آلائه وعلى نعمه. وهكذا نحن ننفذ من هذا العلم إلى توحيد الله وإلى معرفة قدرته، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هي باب العلم بالله. نعم. الباب لا الأعظم شك. لا شك للدخول في قضية التوحيد العلم بالله ذاتا وأسماء وصفات. نعم. ونحن في هذا البرنامج وفي هذه الحلقات
نتعرف على أفعال الله عز وجل في كل حلقات الإعجاز العلمي أو هكذا يعني المفروض يكون يعني لأنه الإعجاز العلمي إذا كان هدفا في حد ذاته تبقى حلقات في العلم البحث مكانها مدرجات الجامعة أو شيء يعني ما هوش مكانها الإعلام أو الدعوة. جزاك الله خير. الزيتون على ما أعتقد ذكر في 7 آيات في القرآن الكريم. نعم بارك الله فيك. والتين على ما أعتقد ذكر مرة واحدة. نعم أقسم الله به عز وجل. والتين والزيتون. نعم. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ودائما نقول حينما نسمع قسما في القرآن علينا أن نوقن أن الجليل جل وعلا يقسم بالأمر الجليل على الأمر الجليل وهو الغني عن القسم سبحانه. وهو الغني عن القسم. نعم. ولكن حينما تسمع قسما فصغ السمع وافتح القلب لأن نعم. الموضوع يبقى مهم جدا في منتهى الخطورة حينما يقسم الحق تبارك وتعالى فلا بد أن لهذا القسم معنى ومغزى علمه من علمه وجهله من جهله اللهم علمنا يا رب اللهم آمين. القسم في القرآن موضوع كبير جدا جدا ولكن هذا الأمر سنتناوله بمشيئة الله بعد هذا الفاصل القصير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العشاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا رحيما بعبادك يا رحيما بعبادك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة. عدنا بفضل الله. أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان برهان من فيض المولى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير نطوف بعده حول آيات الإعجاز المتعلقة بشجرة الزيتون التي أقسم بها الحق تبارك وتعالى وقلت إن الجليل جل وعلا لا يقسم إلا بالأمر الجليل على الأمر الجليل، والأمر الجليل الذي أقسم به الحق تبارك وتعالى التين والزيتون، والذي أقسم عليه أيضا إعجاز لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طبعا طوفنا في حلقات الإعجاز هنا كثيرا حول إعجاز الخلق في هذا الجسد المذهل للعقول والنظام والإبداع والجمال في خلق الله عز وجل. فالتين والزيتون هو المقسم به، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هو المقسم عليه. طبعا في إشارات تربط بين المقسم به والمقسم عليه، نلتقي بمشيئة الله بعد ده ما يطوف لنا أخونا الدكتور محمد العجرودي حول الآية الكريمة التي تتحدث عن إنبات الدهن، الشجرة التي تخرج من طور سيناء. فهي الآية من ضمن الآيات السبع التي فيها إشارة علمية وإعجاز. تفضل حضرتك دكتور. بارك الله فيكم. أنا أولا عايز الأحباء المشاهدين النهاردة نرجع للمصحف بتاعنا وندور على الآيات السبع التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها هذه الشجرة والثمرة المباركة الزيتون. هنلاقي اتنين في سورة الأنعام، مش هقول أرقام الآيات أنا حافظها، ولكن عشان الناس تدور نقول أرقام الآيات 99 و141 الآيات نفسها، الآيات نفسها ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا في طبعا في الأنعام مرتين 99 و41، وأكرمنا في النحل مرة، وفي المؤمنون هنتوقف قدام إن شاء الله الآيات اللي احنا هنقولها هنقول وهنقول دلالتها بإذن رب العالمين كل الآيات السبع. نعم طيب. وحنقول في بإذن رب العالمين في النور، في سورة النور وفي سورة عبس وفي سورة التين طبعا اللي هي أشهر ذكر لهذه الآية من آيات الله المنظورة. تحب تبتدي بأي آية؟ والله أحب أبدأ بالآية التي تعرف الشجرة تعريفا علميا صريحا صدق. وهي آية المؤمنون، آية رقم 20 في المؤمنون. قال الله عز وجل: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. لو تدبرنا يا دكتور سمير في هذه الآية الرائعة تفضل نجد أن الله عز وجل أولا يكرم مصر بذكر بلدها الحبيب سيناء وبذكر جبلها الطور، وشجرة تخرج من طور سيناء، وينسب هذه الشجرة العظيمة التي أقسم بها في موضع آخر إلى طور سيناء، وطور سيناء كيفما نعلم جميعا ويعلم العالم جميعا في مصر. فحري بنا أن تكون هذه الثروة مصدر إلهام لمصر والمصريين، يعني يكون البركات التي وضعها الله عز وجل في هذه الشجرة مصدر ثروة عظيمة في مصر. ولكن تعالوا إلى التعريف العلمي الذي يحمل إشارة علمية دقيقة ومعه إعجاز بياني أو بلاغي. فيقول الله عز وجل: وشجرة تخرج من طور سيناء
تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. شوف لو قال وشجرة تخرج من طور سيناء، يبقى احنا كده خدنا مجموعة من الأشجار واستبعدنا الباقي كله، اللي هي الأشجار اللي موضعها أو موضع انبتها أساسا الطور، جبل الطور. وبعدين لما يجي يقول تنبت بالدهن، يبقى يقصد المولى تبارك وتعالى الأشجار الزيتية، يعني هنبتعد عن كل الأشجار التانية. يعني مثلا التين ما هو بينبت فيه الدهن، هنا المقصود به الزيت. الدهن نعم، الدهن بيختلف عن مادة الزيت زيتية. مادة زيتية، مادة الدهن زيتية. بيشمل الزيت ويشمل معه المواد الأخرى اللي تكون موجودة زي الفينولز وزي المواد الدابغة وبعض الفيتامينات والكلام ده كله. عشان كده حتى الدهن طبعا أنت أستاذنا في الجهاز الهضمي اللي هو بيعبر عنه باللغة الإنجليزية الليبيد، والزيت الأويل. الأويل ففي فارق الليبيد طبعا أشمل من ناحية الدسامة في المواد اللي موجودة. وبعدين يقول لك إيه، طيب تنبت بالدهن، يبقى احنا استبعدنا كل الأشجار غير الزيتية. شوف خد بالك الآية لم يذكر فيها كلمة الزيتون. وبعدين يقول وصبغ للآكلين، يبقى كده اقتصر هذا الوصف، لأنه احنا لما نخش في الأشجار الزيتية ناخد معانا أشجار الجوز واللوز، كل هذه أشجار زيتية، ولكن لما يقول وصبغ خلاص الجوز واللوز لا يصبغ الإدام ولا يصبغ، لا يستخرج منه أي نوع من أنواع الصبغة. الصبغة هي المادة التي تميل، الصبغ المادة التي تميل للون الأحمر، الماء الأحمر الذي يخرج من الزيتون، وله فوائد عظيمة الآن بجانب الزيت اللي هو الدهن. وشوف الدهن جاءت معرفة لأنها المنتج الأساسي الذي يستخرج بقدر الله عز وجل من هذه الشجرة، فيقولك تنبت بالدهن. ولما جي في صبغ إيه، نكر هذه الصفة، ولكنها هي الصفة الحاسمة في الدلالة على شجرة الزيتون. كمان إشارة بلاغية رائعة لما الله عز وجل يقول تخرج، وبعد كده يقول لك تنبت وشجرة تخرج من طور سيناء، يبقى دي عملية خروجها ظهورها لأول مرة. وبعدين تنبت بالدهن، هتدي بقى الأكل، هتدي المواد الفعالة اللي فيها. بين هذه وذاك أستاذنا الدكتور سمير حوالي من 4 لـ6 سنوات. بين إيه وإيه؟ بين عملية ظهور الشجرة نفسها وإنبتها، وإن هي تبقى شجرة فعلا، يعني من بذرة وتنمو وتحمل المجموع الخضري بتاعها كله وتبقى شجرة، دي توصل كده وما تديش لسه ثمار. 6 سنين. قبل يمر من 4 لـ6 سنين قبل ما تدي أول ثمرة، أول محصول من 4 لـ6 سنوات. عشان كده جاي فعل بقى تاني خالص اللي هو إيه، تنبت بالدهن بعد تخرج. يعني فعلين فصل الله بينهما، تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. يعني حتى ما عطفش تخرج وتنبت، قال لا تخرج ده حال وبعدين تنبت ده حال تاني. هذه الشجرة يعني طبعا، ودي معلومة يعني كتير من الناس يمكن ما تعرفهاش، هذه الشجرة تعيش في المتوسط من 1500 لـ2000 سنة. فشوف النعمة العظيمة من شجرة الزيتون. شجرة معمرة وتتحمل كل الأجواء، وليست من الأشجار النفضية، يعني الورق ده ما يقعش أبدا. يعني شوف بقى التين عكسها في كل هذه الأشياء. عشان كده ربنا عودنا في القرآن أن يقسم بالمتضادات ليستدل بذلك على عظمة الله سبحانه وتعالى. والضحى التين إيه بقى؟ التين بقى من الأشجار النفضية، ولا تتحمل، شجرة لا تتحمل، يعني الأوراق بتاعتها تقع، والأوراق بتاعتها كبيرة، كبيرة الحجم. أشجار الورق بتاع الزيتون ورق صغير الحجم. طبعا كان في يعني صور، بس إن شاء الله يعني نشوفها في مرة لاحقة بإذن رب العالمين. هذه المتضادات بين ديت وبين ديت، ده يمكن حوالي 7 أو 8 متضادات، يعني كانوا بندرسهم في كلية الصيدلة في مادة بيسموها فارماكوكنوزي أو مادة العقاقير. هنا تلاقي ديت ورق نفضي ودي مش ورق نفضي، دي كبير ودي صغير، دي تتحمل درجات الحرارة العالية والرطوبة والجفاف، اللي هي مين؟ الزيتون. والتين لا تتحمل، شجرة رقيقة هشة. وطبعا دي معمرة 1500 2000 سنة، دي التانية بضع عشرات من السنوات. فشوف بقى الأحباب اللي فيهم يقدر إن هو يجيب الأجواء الملائمة، سواء في الريف أو في بعض الأماكن الصحراوية والكلام ده كله. وهذه الأجواء الملائمة السكوب بتاعها واسع، المقدار بتاعها واسع، يعني أقصد مش محتاجة أجواء خاصة جدا عشان تنمو. ويزرع هذه الشجرة بنية أن تحصد هذه الثمار وهو في قبره، لاش حد هيعيش 1500 2000 سنة. فالمعمر قوي هيعيش نباتها 1500 سنة تدي تدنها تدي لهذه الفترات الطويلة، انما بتبتدي هذا العطاء بعد 4 سنين، من 4 لـ6 سنين.
حسب النوع بتاعها. وعلى فكرة هي من بركتها لأن الله عز وجل وصفها في موضع آخر في النور بأنها مباركة. من بركتها أن في منها 28 فصيل, يعني بسموها سبيشيز زي ما حضرتك عارف طبعا, ومنها 500 ل 600 يعني شكل من الزيتون. شوف أشكال بقى, تلاقي 500 ل 600 شكل من الزيتون كلها مختلفة. ساعات تلاقي اللون يميل للأخضر وساعات للأسود, وساعات حجم الزيتونة كبير وساعات صغير, وساعات الدهن اللي فيها كثير وساعات قليل. استاذن حضرتك بس في اتصال. تفضل يا فندم. محب يعني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ أحمد ازاي؟ السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للحبيبين البدرين اللذين أنارا الشاشة. أحبك الله الشيخ أحمد عبد الرحمن. طبعا يعني أحدكما حبيب زرته وزارني, والآخر لم أره في الواقع لكني أراه كثيرا على الشاشة. جزاك الله خيرا شيخ أحمد. إن شاء الله والله أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير والطاعة إن شاء الله. وعلى حبيب. فكرة أنا بلدياتكم برضو من الدقهلية يعني. الله أكبر ما شاء الله. الحقيقة يعني ذكرتماني بمقال لشيخنا الحبيب الشيخ صفوة الشوادفي رحمة الله عليه, رحمة الله عليه, في مجلة التوحيد كان بعنوان النخيل والعنب. فأنا تعجبت يعني ماذا سيقول الشيخ الشوادفي عن النخيل والعنب, وإذا بالنخيل والعنب فيهما الحل الأمثل لانهيار الاقتصاد المصري. إزاي يا أحبابي؟ النخيل في موسمه تمر وبلح, وفي باقي العام تمر جاف, والعنب في موسمه أعناب, وفي باقي العام الزبيب. فهو قيمة غذائية وقيمة اقتصادية. فلو أننا زرعنا صحارينا نخيلا وعنب لصرنا أغنى دولة في العالم. وأنا الحقيقة من خلال البرنامج المبارك بناشد الشعب المصري أنه يزرع نخيل على جانب الطرق. لماذا لا نرى شجرا مثمرا؟ ليه دايما الشجر عديم الثمر في طرقنا؟ نحن لا نتكلف كثيرا إذا زرعنا الصحاري نخيلا وإذا زرعنا الصحاري عنبا. وأسأل الله تعالى أن تمر هذه الأزمات سريعا. بارك الله فيكم وفي قناة الرحمة وفي قنوات الإسلام, وأنا سعيد برؤياكما, والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أحمد. جزاك الله خيرا الشيخ أحمد عبد الرحمن, أقى حبيبي يعني, ربنا يبارك. نعم نعم, أراه في قناة الحافظ ما شاء الله يقدم هذه الحلقات. طبعا يعني الحديث يعني هو طبعا ما بين قادني الى الايات الانعام يعني التي ذكر الله عز وجل, قال ومن النخل من طلعها قنوان دانيه وجنات من اعناب والزيتون. شوف حضرتك ربنا جمع هذه الانعام مع انه اتكلم قبلها عن الزرع, ولكن لما يجي يحدد هذه الأشجار على وجه التحديد لابد أن نتدبر وأن نتأمل وأن نستخلص الفوائد, خاصة أن هذا الرزق أرضنا الأرض المصرية المباركة وأرض بلاد الإسلام متاح فيها جدا أن احنا نزرع هذا الزيتون وطبعا النخل والأعناب كيفما تفضل فضيلة الشيخ أحمد وهو يداخلنا. وبعدين برضو أكد لنا على نفس المعنى تاني, والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان. في الأنعام برضو يعني فده حاجة لابد أن تلفت لنا النظر نحن نتكلم. وبعدين في سورة النحل يختتم ويقول إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إيه بقى آية النحل؟ آية النحل قال الله عز وجل ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. الله, شوف حضرتك الكرم الرباني. ومن كل الثمرات. قال لها طب ما هو الزيتون من كل الثمرات دي, إنما ربنا خاص على عام عشان خاطر ليلفت أنظارنا على هذا الخير العظيم فنتدبر ونعود إلى هذه الخيرات. طبعا الفكر الاقتصادي اللي تحدث به فضيلة الشيخ أحمد وذكره لفضيلة الشيخ صفوت, هذا فكر مما أدعو إليه الآن. يعني دلوقتي لما ربنا يقول لك إن مصدر هذه الشجرة المليئة بالبركات, مليئة والله يا دكتور سمير بالبركات, مش بركة واحدة, شوف أنواع قد إيه, وشوف عمر قد إيه, وشوف تدي ثمار لفترات قد إيه, وتدي عارف حضرتك زيت الزيتون ده دلوقتي في أوروبا بيسموه إيه؟ بيسموه الذهب الأخضر, لكثرة التجارب العلمية والطبية اللي عليه اللي استخرجوا منها فوائد طبية لا حصر لها.
فوائد طبية على القلب وعلى العين وعلى الجهاز الهضمي ولقتل الهيليوباكتر بايلوري اللي هي المسببة لقرحة المعدة، وانت أستاذنا في هذا الفرع من العلم. وفوائد مارتن ديل اللي هي بالتالي احنا هنتكلم عن الفوائد الطبية فيما بعد. فعشان كده مسمينه الذهب الأخضر. وبعدين الصبغ كمان بيعالجوه دلوقتي، يعني هذا الماء الأحمر اللي موجود ده الشركات تتنافس عشان تستخلص منه فوائد عظيمة. الشركات العالمية ولا المصرية؟ الشركات العالمية. شركات المصرية لسه ما وصلهاش هذا الخبر القرآني. أحزنتني لسه. أيها الصيدلي لسه ما رجعتش. أيها الصيدلي أحزنتني. احنا ندعو الله عز وجل أن احنا دلوقتي في مرحلة الانتقال من يعني. هو طبعا انت حضرتك أثرت قضية في غاية الأهمية والخطورة بالنسبة للبحث العلمي. وهذه القضية يعني ما يهمنا فيها كثيرا هذه الحلقات التي نتحدث فيها في الإعجاز، ألا وهي كيف نفعل قضايا الإعجاز لخدمة يعني الحضارة التي نبغيها لهذا الدين. هذا الدين صاحب حضارة بلا شك، مفيش كلام. والعلم يمثل شطر الرسالة الإسلامية، خلي بالك، يزكيهم ويعلمهم. قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ويرى الذين أوتوا العلم والإيمان. ولذلك قالوا إن العلم إن الدين علم وتزكية. لا سلسة لهم، إما تزكية النفس أو علم. إحنا حقيقة طوال 15 قرن، يعني إحنا طبعا في فترة من الفترات طوال 15 قرن كانت حضارة الإسلام ظاهرة وتشع بنورها على جميع أنحاء العالم. إنما أريد لهذه الحرارة أن تطمس في العقود الأخيرة فقط، وكان الهدف مصوب نحو التعليم. فيش كلام. عشان لا يطلع جهابذة في العلم ولا باحثين في هذا العلم ولا مستخرجين لكنوز القرآن والسنة. ما هي دي كنوز؟ نعم حق. اللي يهمني في هذه القضية كلها، وحضرتك طبعا يعني ربنا يفض عليك بالكلام، إنما اللي يهمني في القضية دي كيف وأنت صيدلي يعني تساهم ب يعني تفعيل قضايا الإعجاز لخدمة هذا الدين. نعم. التفعيل بقى التفعيل البحث العلمي، ما هو صح احنا بنتكلم برضو كلام، وللأسف الشديد بقول لك ده يعني شركات عالمية ولا مصرية، قلت لي شركات عالمية. عالمية. فأحزن تاني. مع إن الخبر قرآني. لأن الوقت إحنا إخواننا من أساسات الطب والصيدلة في مصر الآن كتير جدا. نعم. ليه ما يبقاش فيه مجال في كل كلية لتفعيل هذه القضايا سواء في السنة أو في القرآن، ومنها هذا العلم. قليلون جدا اللي زي فضيلتك، ويعني يعدوا بالعشرات، يعني لو قلنا مثلا بضع وخمسين ولا بضع وسبعين على مستوى القطر المصري كله اللي بيتكلموا في هذه القضايا في كلياتهم. أنا بحضر مؤتمرات طبية كثيرة جدا تعقد هنا في مصر، بلاقي إن المؤتمر كله بيقعد 3 أيام أو فترتين صباحا ومساء، المؤتمر كله لأبحاث عالمية جاي يقول لك والله عملوا في أمريكا كاس، عملوا في ألمانيا كاس، في إنجلترا كذا، وكل دكتور طالع يقدم البحث بتاعه على إنه واخد من ريفرنسز أو مراجع كلها أجنبية. هذه بضاعتنا. نعم. هذه بضاعتنا دكتور. نعم. محمد، يعني احنا اللي صدرنا العلم ده قبل كده، ما هو بقى هم خدوه طوروه واحنا نمنا. هو ده البرامج زي يعني برنامج البرهان، هذه يعني تنطلق منه الصيحة ويفتح منه هذا الخير، كل في مجاله لكي يفعل هذا العلم. مؤكد ان في من يستمعون الينا الان من أساتذة، من أساتذة يخش معمل وعنده المعمل بتاعه ويقدر ياخد الزيت ده ويطلع منه كنوز زي ما حضرتك تفضلت، ومن اهل الزراعه ومن اهل الصيدله ومن اهل الطب، وده ياخد مواد فعاله وده ياخد تاثيرات طبيه وده ياخد تطوير للزراعه عشان يتدي افضل منتج وهكذا. احنا نامل طبعا في الفتره القادمه فيما بعد الثوره المباركه ان احنا يعني ما عادش قيود على حاجة. نعم. كان الأول إحنا متكتفين بكل القوانين والروتينيات، الوقت ربنا يهيئ لمصر رئيسا يعني تكون في مخه هذه القضايا، لأن العلم الوقت هو اللي هو اللي يسعد الناس على فكر. نعم. العلم هيفعل في التعليم وقضايا التعليم منذ الحضانة وحتى الجامعة. نعم. ويفعل أيضا لخدمة الصحة، الصحة منهارة، يعني مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات العامة، الصحة عايزة مراجعة، التعليم عايز مراجعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون يعني لنا يعني مساهمة من خلال هذا البرنامج، وأنت حضرتك أنت اللي فجرت القضايا. ذكرتني بشيء جميل جدا
كان بيقوله سيدنا أبو ذر الغفاري، كان يقول: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب بجناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما. تبقى دي العلوم الشرعية ولا الكونية؟ الكونية. الكونية. النبي صلى الله عليه وسلم وهي شرعية في نفس الوقت. نعم، وهي شرعية في نفس الوقت. ما توحيد. أقصد إن النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش طائر أو شيء أو حاجة إلا ما ذكر منه علما، إنما ذكرش كل التفاصيل الطبية اللي وصلنا لها دلوقتي ولا لا طبعاً. ليه؟ عشان خاطر يفتح لنا الأبواب. يفتح الأبواب. وبعدين إحنا نخش بقى كمسلمين إلى باب القرآن وباب السنة النبوية المطهرة، فنستخرج منهما ما يليق بحضاراتنا الإسلام. ننتقل من النظم المبارك في سورة المؤمنون وشجرة تخرج نعم. من طور سيناء نعم. إلى النظم المبارك في سورة النور نعم. اللهم نور قلوبنا بالحكمة اللهم أمين. الله نور السماوات والأرض اللهم أمين. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. نعم. أرجو أخي الحبيب أن يطوف حول هذه المعاني من سورة النور والمثل القرآني العظيم المبهر المنير للقلوب حول المثل المضروب لنور الله عز وجل. نعم. الله نور السماوات والأرض. هذا يكفي. وبعدين فكرنا أن أقول في بيوت، يعني فكرنا انا بقى يعني عشان بضاعتنا الدعوه بارك الله فيك، الدعوه بتلح علينا نسعد والله في لقطات كده حضرتك بيفيض الله تبارك وتعالى بها عليك، فبتبقى جميله يعني دعويه طيبه جدا. الله يكرمك. هو انا عايز بس اقول ان يكفي هذه الشجره بركه ان ضرب الله عز وجل بالنور المستخرج من هذه الشجره من زيتها كمثال ليوضح لنا به نحن البسطاء الفقراء إلى الله عز وجل كيفية نور الله. يعني طبعا نور الله أعظم بكثير من أن يشبه بشيء من هذا، ولكن ولكن شوف ربنا عشان خاطر بيقرب لنا المعنى، يدينا التقريب بتاع المعنى. ولما يختار المثال، شوف بقى لما اختار المثال ويكون المثال زيت يخرج من هذه الشجرة، فكفى بهذا يعني فخرا وشرفا لهذه الشجرة. ومن كرم الله تبارك وتعالى أن يجي في صورة يقول لنا دي بتاعتكم، دي بتاعت طور سيناء، وفي صورة تانية يقول لنا مباركة، شجرة مباركة. وشوف الإعجاز القرآني يا أستاذنا. زيتونة مباركة من شجرة زيتون. نعم، من شجرة مباركة زيتون. زيتونة الشجرة الوحيدة التي وصفت بهذه الكلمة في القرآن، كلمة مباركة. وشوف الوصف القرآني الجميل لما يجي يتكلم عن الطعام وصبغ للآكلين في سورة المؤمنون، وما يجي يتكلم عن الإضاءة في سورة النور. شوف في المؤمنون وصبغ للآكلين. تكلم لما جه يتكلم ما قالش تنبت بالزيت، ولكن قال تنبت بالدهن لأنه أشمل، هياخد الزيت وهياخد المواد التانية اللي فيها فوائد غذائية والأخرى التي لها فوائد صحية خاصة بالجسم للآكلين. خاصة بالجسم للآكلين. للآكلين. تصنف هنا مع مجموعة الطعام. أيوه. إنما لما جه يتحدث عن الإضاءة تحدث عن الزيت. ليه؟ لأنه لو تحدث عن الدهن، حضرتك عارف الدهن يشمل الزيت ويشمل مواد تانية كربونية. فإذا أوقد منها هتطلع دخان كثيف جدا جدا. كل ذرات الكربون اللي هو لو حضرتك بتوقد زيت للإضاءة هذا يعني ينير، ولكنه لا يخرج منه دخان كثيف. إنما لو بتوقد دهن هيخرج منه، هيحصل نوع من الاحتراق لهذه المواد الكربونية المصاحبة للزيت في الدهن ويخرج منها دخان كثيف، ولا تكون الإضاءة ضعيفة جدا. وبالتالي شوف التعبير في الإضاءة زيت، يكاد زيتها، ما قالش يكاد دهنها. وفي الطعام تنبت بالدهن، ما قالش تنبت بالزيت، مع ان المادتين متقاربتين. دي انا عايز حضرتك تركز فيها شويه لانها نعم. اصل اعجاز نعم، يعني اعجاز لغوي هنا، يعني هي القران مش اي كلام، مش اي كلام، لا ده كلام الخالق جل وعلا. دايما بنسمع اساتذتنا يقول لك الكلمه القرانيه ملهاش قطع غير، لا ملهاش قطع غير، لا هي كده. ايوه نعم. فيكاد زيتها يضيء، انما الدهن للاكلين. نعم. يا ريت بس توضحوا اكتر يا دكتور محمد. توضح اكتر، انا عايز استمتع انا نعم شخصيا. نعم بارك الله فيك. هي الوصف الذي جاء لجوده الزيت الذي يستخدم للاضاءه دي عباره زيوت تحترق، لابد ان تكون خالصه، ما فيهاش مواد تحمل ذره كربون تقيله، وما فيهاش مواد عضويه كثيره عشان خاطر ما تبوظش موضوع الاضاءه. لازم يكون زيت مستخلص من الدهن.
هو ده زيت الزيتون. تمام. انما لما يكون حاجه هتستخدم للطعام، فاحنا لو خلصنا الزيت من الدهن يبقى احنا افقدنا الجسم مواد كثيره جدا مفيده للجسم، سواء على المستوى الغذائي او على المستوى الدوائي. ولهذا جاءت الكلمه القرانيه معجزه علميا وبلاغيا، يعني الاعجاز علمي في نواحي المحتوى نفسه، المحتوى بتاع الزيت يعني يقل عن المحتوى بتاع الدهن، وفي اللفظة، في اللفظة الإعجاز، في اللفظة، في اللفظة نفسها، زيت على المستوى اللغوي وعلى المستوى العلمي لا يقول هذا إلا الله. يعني ما ينفعش يبقى كلام غير، ما ينفعش كلام. عشان كده جاء التعبير بالزيت في مكان الإضاءة، وبالدهن في مكان أو في مقام الإطعام وصبغ للآكلين. إيه بقى يكاد زيتها يضيء؟ نعم. ولو لم تمسسه نار. نعم. يعني إيه يكاد زيتها يضيء؟ نعم. ولو لم تمسسه نار، إضاءة من غير نار، يعني إيه المقصود بها يا دكتور محمد؟ هذا إعجاز آخر، ده إعجاز يعني إضافة أخرى إعجازية. شوف لما بدأوا يشوفوا، حضرتك كتير جدا قلت في البرهان أن كل المواد اللي خلقها الله تهتز في حالة اهتزاز دائم لا تتوقف، وأن هي هذا الاهتزاز يتولد عنه طاقة. أيوه. لما قاسوا زبزبة هذه الاهتزاز، يعني الإنسان نفسه بيخرج عنه لو أسوله حيلاقوا أن في ذبذبات تقاس، يعني تقاس وتطلع مثلا 60 هرتز 40 هرتز هرتز تقاس بالهرتز، والمواد الغذائية كلها تقاس، يعني يقاس منها الذبذبات اللي خارجة، تتقاس المواد دي كل مادة فيها الاهتزاز بتاعها يطلع بقد إيه هرتز، والطاقة المنبعث عن هذه الاهتزازات كلها تقاس أيضا. يعني هنا في موضوع قياس، يقدر تاخد رقم وتقول مثلا الثمرة الفلانية الاهتزاز بتاعها يدي طاقة قد كده، والثمرة العلانية كذا. لقوا أن أعلى مادة فيها طاقة منبعثة تدي اهتزاز يمكن قياسه وتسجيل أرقامه هي الزيوت. يا سلام. أعلى من أي مادة تانية. أعلى من أي مادة تانية. الزيوت هي أكتر حاجة تدي لحضرتك درجة اهتزاز يقاس عنها طاقة، واخد بال حضرتك؟ وأعلى واحد في هذه الزيوت، والدراسة دي موجودة عندي الحقيقة، دراسة رائعة وحديثة، أعتقد 2007-2008، أعلى زيت فيها زيت، وحتى دراسة أسبانية، يعني حتى الكلام لقيت صعوبة شوية على ما أرى، بس مقارب للغة الإنجليزية، يعني ما يتكلم أويل فيفا والكلام ده كله قريبة من أوليف اللي هي اللغة الإنجليزية والكلام ده كله. فالدراسة دي بتقول إيه حضرتك؟ بتتكلم على إنه أعلى زيت يديك طاقة ما بين الزيوت كلها هو زيت الزيتون. الله. هنا بقى أرجع لحبيبنا وقائدنا مصطفانا في الحديث والسلام. الذي أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما يقول لنا إيه؟ كلوا الزيت واعتدموا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. كلوا الزيت ده فعل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لعظم ما احتوى عليه هذا الزيت من مواد غذائية وعلاجية أو وقائية. ومن ناحية تانية يقول واعتدموا به، يعني خلوه إدام ليكم. وفي حديث آخر نفس الحديث ولكن برواية ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي وابن ماجة، يقول إبا النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به، يعني عملية الدهان به. قال لك أن هذا الزيت اللي بيدي هذه الطاقة حينما يقوم بالإنسان بالدهان بهذا الزيت، فإن هذه الطاقة تنتقل إلى الإنسان وتولد فيه أولا حماية ووقاية من عدد كبير من الأمراض، وثانيا نوع من أنواع التنشيط والطاقة التي تعينه على العمل. جهاز المناعة أكيد لها علاقة بجهاز المناعة. لها علاقة بجهاز المناعة. لها علاقة بجهاز المناعة لو طولنا شوية في البحث. إنما هنا شوف حضرتك، مجرد الطاقة، مجرد الإنسان يأخذ من هذا الزيت وقاية لعدد كبير من الأمراض، ومن ناحية تانية طاقة، يعني هو قمة الاستفادة الغذائية اللي هي تكون موجودة. طب عند حضرتك يعني برضو لستة تانية أو قائمة أخرى بأمراض معينة ولا نسيبها في الزيت في العلاج؟ طبعا ده لستة طويلة جدا، يعني زي مثلا أول حاجة وأقوى حاجة ما اجتمع عليه، خد بال حضرتك أن لغاية سنة 1986 أعتقد تقريبا ما كانش أي حد عنده أي فكرة عن أن زيت الزيتون له أي تأثير طبي.
لغاية 86 لغاية 86 راجل اسمه ويليام جراندي برضه اول ما كنت عايزك تقول لواحد عربي مسلم بتزعلنا بتزعلنا وتقيم علينا هذه ما هو ربنا برضه والله بحسن حقيقة بحسن نعم احنا هذا العلم احنا ومن لا يحزن نعم نعم احنا اولى ربنا قال برضه هي فيها لفتة ربنا يقول سنريهم آياتنا في الآفاق سنريهم هم يعني هم اللي في انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إنما إحنا الحمد لله تبين لنا أنه الحق نحن عايزين نفعله عشان نعالج نعم الناس نعم مفيش كلام عايزين نعالج الناس أنا مش بهرب من أن إحنا اللي نكتشف ولكن برضو هذا دل عليه القرآن في الموضوع الآخر يعني دايما بيواجهونا بالتهم ديت وبالتشكيك وأنت كل ما تقول حاجة تقول احنا كنا هنقولها طب مذكوره طب ما قلتش ده من الاول يعني عايز خلي بالك من القصه دي تجمع الحاجات اللي اكتشافات اسلاميه انت خدت بالك من المقوله اللي قلتها يعني مش عارف سمعتها ولا لا كل لما تطلعوا هم حاجه مره تقول عندنا في القران عندنا طب كنت قولها من الاول يعني وهكذا دي شبهه شهيره يعني شبهه شهيره فدي برضو مش عايزين نضحضها باستمرار نعم نعم عندك بقى امراض ايه بتقول حضرتك سنه 86 اول حاجه القلب القلب اول حاجه اجتمع خلاص ده يعني وصلوا من سنه 97 اجتمعوا في 97 ده قريب 97 أوي. قريب جدا من حوالي 15 سنه فقط أيوه. اجتمعوا وخلاص وقرروا يعني يقينا ان زيت الزيتون فيه وقايه كبيره من عدد من امراض القلب الزيت الوحيد اللي ما فيهوش نسبه الكوليسترول تعلى عشان كده ده يعني دائما أنصح أخواتي وأمهاتي والزوجات إن هم بقدر الإمكان إن هم يحولوا كل ما يمكن عمله بالزيت إلى زيت الزيتون يعني سواء السلطة سواء الفول سواء أي شيء يقدر بيتحط فيه زيت فجعلنا يعني الطعام يطهى بهذا الزيت أو يعد بهذا الزيت ليه؟ لأنه ما فيهوش نسبة ما بيرفعش الكوليسترول في الدم زي بقية الزيت صديق للشرايين اكتشاف مذهل نعم وشوف طبعا السمنة النباتيين والسمنة البلدي كل ده مليانة كوليسترولات طبعا كوليسترول عالي احنا بنحذر الناس منهم بقى انت أستاذ البطنة في هذا الأمر يعني. إنما زيت الزيتون فعلا يعتبر بالنسبة للعينين الضغط والقلب نعم المفروض يتاخد علشان برضه خفض نسبة الكوليسترول أو علاجها يعني نعم طيب حاجة تانية انت قلت لي مرة هيليكوبكتر بكتيريا اللي هو قرحة المعدة بايلوريا اللي هي بتاعت البايلوريا المعدة أنا بس عايز أقف على دي إن هم فوجئوا إن سكان جزيرة كريت في البحر المتوسط هم أقل الناس في العالم إصابة بمرضين من أخطر الأمراض مرض القلب ومرض السرطان أسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين أجمعين الله مشفي مرضى المسلمين آمين يا رب مرض القلب قال له أنه 33% من السعرات اللي دخل جسمهم جاية من زيت الزيتون بيزرع هناك على نطاق واسع مع أن احنا كنا أولى به هنا في مصر لأنه ربنا مدينا المصدر الأساسي والقرآني المفترض أن شبه جزيرة سيناء دي وهي بآلاف الفدادين ولا بمئات الآلاف من الفدادين المفروض دي تغطيها أشجار الزيتون نكون الدولة المنتجة رقم واحد مش أسبانيا ولا اليونان ولا الدول دي كلها هي اللي منتجة يعني إن شاء الله نسأل الله أن احنا الاتفاقية المسماة بكامب ديفيد ديت تروح في مصيبة عشان نستغل سينا بقى ما احنا هو ما هي برضو مقيدة لحريتنا ولكن مش معقولة احنا بنتكلم براحتنا بقى مش معقولة ان هو يمنعك من انبات النبات يعني احنا برضو في جانب تقصير مننا انت لما تيجي هو يقلق من جيش من بتاع انما مش هيجي يقولك ما تزرعش زي دلوقتي في اخبار ان هم بيتسللوا لسينا دلوقتي طبعا بنقرا يعني اخبار قريبه امبارح واول نعم يعني نعم نعم فده كله وطور سينين يعني برضو القسم الالهي نعم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين خلي بالك ان ابن تيميه كان هو له الراي الاوحد في المعاني دي لان هو كلهم اتفقوا على البلد الامين انها مكه مفيش كلام ولكن اختلفوا في التين والزيتون وطبعا اتفقوا برضو على طور سينين انما التين والزيتون طبعا ده فلسطين نعم طور سنين اللي كلم ربنا عليه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام نعم. بلد الأمين مكة وطور سنين كل ربنا سبحانه وتعالى يقسم بها ده يخلينا نفتح القلب والعقل والضمير والوجدان نعم. عشان نحتفظ بهذه البقعة الغالية علينا نعم. المقسم بها في كتابنا إنما احنا نسأل الله العافية دكتور محمد اللهم أمين في القلب حزن شديد أسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب وأن يضيع الهم والحزن أمين يا رب تفضل اللهم أمين يا رب العالمين فأحد الحاجات أمال إيه الشبهة اللي بتقول إن زيت الزيتون إن طور سيناء ما فيش فيها دي شبهة شهيرة الحقيقة إن ما فيش فيها شجر زيتون واسمح لي إحنا حققت هذا الأمر مع أهل سيناء نفسه يعني قالوا إنه في نوعين من الزيتون الزيتون الجبلي في سيناء نوعين نوع مزروع
وده اللي موجود في المزارع، وحددوا لي مناطق زراعته وقالوا لي اهلا وسهلا بيكم تيجوا تتفرجوا على انواع مختلفه من الشجره، حتى ليها صور مختلفه. قالوا لي في دي الشجره التي تخرج من طور سيناء. من طور سيناء قال لك ما بتكلفهمش شيء في الزراعه. اشهر مناطق الزراعه منطقه المزرعه بوادي العريش، ومنطقه يقال لها الخروبه بالشيخ زويد، ومناطق أخرى متفرقة ببئر العبد ووسط وجنوب سيناء. وهذا النوع يستخرج منه زيت الزيتون السيناوي التجاري، برضو بيطلق عليه اسم أجنبي غير السيناوي. ومال الشبهة دي مصدرها إيه؟ مصدرها بيقولك القرآن بتاعكم بيقول الشجرة تخرج من طور سيناء. سيناء دي صحراء جرداء ما فيهاش لا زيتون ولا غير كده. فأهل سيناء نفسهم بيقولوا على قصور الإمكانيات وعلى القصور العلمي اللي احنا فيه، إنما احنا عندنا تعالوا اتفرجوا على أجود هذه الأنواع. ويقال أن البذور نفسها تصدر إلى إسبانيا اللي هي من أفضل الدول، أو هي نمرة واحد تقريبا في العالم إنتاجا لزيت الزيتون. قالوا بقى النوع الثاني، قال لك ده نادر وموجود في مناطق وعرة بالجبال، ويسمى بيسموه في سيناء بالزيتون البعلي، بيسموه كده البعلي. البعلي في لغة أهل سيناء تعني اللي هو لم يروى إلا بمياه الأمطار. ده بقى اللي طالع ده يعني يعني في نوع مزروع. وده برضو بسهولة لأنه بيلاقي الأرض بتاعته ويلاقي مكان ويلاقي مصدره. إنما قال لك بقى كمان في هناك في أماكن وعرة على الجبال وفي الوديان بين الجبال بتطلع هذه الشجرة اللي هو النوع البعلي الذي لم يروى، يعني ما فيش حد حط إيده فيه من المزارعين سوى بمياه الأمطار. وقال لك هذا هو أجود أنواع الزيوت ليس في سيناء فقط بل في العالم كله. ويعني العهدة على ناس منتجة هناك للزيتون. ووصفوا لي بقى الاستخراج الزيت ازاي بيعرفوا يطلعوه من الـ من الـ من من الشجره نفسها ومن الثمره، ويعصر على البارد ازاي، والنوع البكر ازاي، والبكر الممتاز ازاي اللي بيسموه الاكسترا اكسترا فيرجن اويل والكلام ده كله، والنسب قد ايه، ويكون محتوي على ميه قد ايه، والكلام ده كله صناعه والله لو اديناها اهتمام زي ما قلت لحضرتك ان في اوروبا مسميين زيت الزيتون الذهب الاخضر، اللي هم عايزين يشتغلوا على نطاق واسع جدا، خاصه مع تواتر الدراسات اللي بتدي. يعني حضرتك كنت بتقول لي دلوقتي قول لي مجموعه الدراسات اللي احنا بنتكلم فيها. لا ده انا عايز ارجع بقى احنا ابن عباس اهو، انا هقول ابن عباس اهو، مش هقول جراندي ولا كاستيلو ولا الاسماء الاوروبيه. ابن عباس رضي الله عنهم حبر الامه وترجمان القران بيقول ايه؟ قال في الزيتون منافع، يسرج الزيت وهو إدام ودهان ودباغ ووقود، يوقد بحطبه وتفله، وليس فيه شيء إلا فيه منفعة. حتى الرماد وهي أول شجرة نبتت في الدنيا وأول شجرة نبتت بعد الطوفان ونبتت في منازل الأنبياء والأرض المقدسة، ودعا لها كثير من الأنبياء بالبركة. سبحان ده الله. ده في أكتر من كده بقى. القرآن مديك سبع آيات، وابن عباس فصل لك أهو من السنة، وهذا من تربى على مائدة النبي. طب إيه اللي ناقصنا صلى الله عليه وسلم؟ لا واتكلم على ابن القيم علشان النبوي نستغل. طبعا أفاضة في الكلام عليه. طبعا مقروء. ولكن إيه اللي ناقصنا عشان يعني نفعل هذه المعلومات الخطيرة جدا في زيت له علاقة بالصحة وبالغذاء وبدهان الجلد ودهان الشعر ايه اللي ناقصنا بقى؟ يعني ايه اللي ناقص؟ ناقصنا ان حد يسمع هذا الصوت الإسلامي ويتدبر في القرآن ويشوف احنا واصلين فين. مين اللي ممكن يسمعنا دلوقتي؟ المسؤول، شوف بقى حضرتك، مسؤول عن الصحة والمسؤول عن الزراعة، دول الناس. لا مين اللي ممكن يعمل مصانع ويفعل رجال الأعمال من آتاهم الله عز وجل الفكر الاقتصادي ومعاهم رأس المال اللي يقدر يترجم هذا الفكر الاقتصادي من دعوة إعلامية إلى تفعيل اقتصادي على نطاق واسع. طيب يعني احنا من خلال هذا المنبر، من خلال هذه الشاشة الطيبة المباركة، ومن خلال هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا، ومن خلال الكلام الطيب لأخينا الحبيب الدكتور محمد العجرودي، بنتوجه بالنداء لكل من له علاقة بهذا الأمر، سواء وزارة الزراعة، سواء رجال الأعمال، سواء البدو في سيناء، سواء أي جهة لا علاقة باستخراج هذا الزيت المبارك والذي باركه الله عز وجل، الذي قال عنه إنه مبارك رب العزة جل وعلا، فما ينبئك مثل خبير. فعشان نفعل البرنامج وما يكونش كلام في الهوى وما يكونش كلام علمي مجرد عن أمور العقيدة، فإحنا بنناشد كل المسؤولين اللي لهم علاقة بهذا الأمر أن يفعلوا قضايا الإعجاز في القرآن
والسنة. تقريبا ما عادش الا دقائق معدودات يا دكتور محمد. حضرتك عايز تسمع حاجه عن جرثومه المعده؟ يا قولها سريعا بسرعه في نصف دقيقه. أتفضل. دي دراسه في جامعه هاورد الامريكيه سنه 2000، كلها حاجات حديثه جدا يعني قريبه. كلام جميل جدا. المشكله قالوا ان الزيوت غير المشبعه زي زيت الزيتون وزيت السمك. وده تحدث عنه برضو الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة كبد الحوت. زيت الزيتون ده غير مشبع، الرابطة بتاعته غير مشبعة. قال لك انه يمكن ان تمنع نمو جرثومة المعدة اللي هي المسببة لقرحة المعدة. هذا كلام جديد اللي هي طبعا الهيليوباكتر. طبعا ده كلام جديد ومهم. جامعة هاورد والدكتور اللي عملها اسمه بروفيسور دكتور مايكل سموت. طب ممكن بقى تتفعل الحاجات دي في الصيدلة وحضرتك صيدلي؟ طبعا مفيش كلام. يعني يتعمل منها كبسولات او مفيش كلام يعني مفيش كلام. مفيش منها كبسولات. مارتن ديل وفي كبسولات لزيت السمك يعني. مارتن ديل دي اللي أكبر موسوعة صيدلانية اللي احنا دايما بنرجع ليها في الأدوية، تحدث عنه في علاج الجلد. ويمكن أنا أشرت في وسط كلامي بسرعة كده عن الطاقة لما النبي قال كل زيت وادهنوا به. تحدثت أكيد له سر. تحدث نعم تحدث يعني طبعا في أمراض كثيرة جدا تعالج زي، إنما مارتن ديل قال كده بالنص، قال زيت الزيتون مادة ملينة للجلد ذات تأثير ملطف وأيضا يعمل في مجال آخر بقى كمضاد للإمساك. طيب انت بقى مسؤول امام الله وامام اديني ببلغ انا هل بلغت واتعاون اتكلم في المؤتمرات واقدم يعني كل الدراسات اللي تحت ايدي المترجمه وغير المترجمه. وطبعا موضوع الترجمه ده موضوع اسهل ما يكون، يعني احنا عندنا من الاخوه والاخوات ما يقوم بهذه المواضيع لمن يطلبها ويكون بايده تفعيل هذا الامر على الجانب العملي. في الحقيقه اللقاء يعني مضى سريعا والله. بارك الله فيك. كلام ممتع جدا جدا والقضايا مثيره الله. ونسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا، انه على كل شيء قدير. ولا يتبقى في هذا البرنامج الا ان نتقدم بخالص الشكر ومفور الاحترام لأخي وحبيبي الدكتور محمد العجرودي وكل العاملين في قناة الرحمة وكل طوائفهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وندعو لإخواننا في سوريا بأن يجعل الله لهم فرجا ومخرجا، ولم يتبقى حتى وقت الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغيثهم بغيث من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والشكر موصول لكم أحبتي في الله المشاهدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن نلتقي بحضراتكم في لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول برهان الجديد على إعجاز القرآن الكريم. وحتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان. هذا المنتج حصريا لشركة نيوتوب وغير متوافر بالأسواق. ونتكلم عن SH كريم مساج. ليه SH كريم مساج؟ عشان هو كريم طبيعي 100% آمن 100% مرخص من وزارة الصحة. هو ده SH كريم مساج، ده النقلة الجديدة في عالم الألام الروماتيزمية. كريم مصنع من أعشاب طبيعية بنسبة 100%. الستش كريم مساج بيعمل اختراق عميق للجلد سريع وممتد المفعول لفترات طويلة. الستش كريم مساج عملناه عشان الناس اللي مش قادرين يستحملوا كتر استخدام الأدوية اللي بتعمل لهم قرحة في المعدة، بتعمل لهم مشاكل في الكبد، بتعمل لهم حاجات كتير جدا هم في غنى عنها. مين يصدق ان SH كريم مساج ده كريم عشبي 100%، كريم عشبي 100% بيخترق الجلد بسرعة شديدة جدا، بسرعة عميقة جدا. عملنا SH كريم مساج اللي قدامنا عشان خاطر يعالج الألام الروماتيزمية، يعالج الانزلاق الغضروفي، يعالج ارتشاح الركبة، يبسط العضلات للرياضيين. عايز اقول كمان حاجة مهمة جدا في SH كريم مساج، انه هو احسن حاجة تستخدم حاليا في علاج الالام الروماتيزمية وتنشيط الدورة الدموية وازالة الالم. SH كريم مساج لو عندي انزلاق غضروفي هيعالجني SH كريم مساج، لو عندي عرق نزة هيعالجني SH كريم مساج، لو عندي اصابة في الملعب او تورم هيعالجني بSH كريم مساج. SH كريم مساج هو طفرة او علاجات الالام الروماتيزمية بالاعشاب الطبيعية بنسبة 100%. SH كريم مساج حللنا كل ده، يكفيه ان هو 12 منتج طبيعي 100% اتخلطوا في بعض بطريقة علمية 100%، اتصنعت
في شركة أدوية محترمة بنسبة 100% وطلعت اس اتش كريم مساج. نظرا لما حققه منتج اس اتش كريم من نجاحات في السوق الدواء المصري والعربي وتضامنا مع حملة اشتري المصري، تقدم شركة نيوتوب تخفيض كبير على المنتج الدوائي اس اتش كريم لعلاج الآلام الروماتيزمية والمفاصل وآلام العمود الفقري والرقبة وإصابات الملاعب. هيكون سعر العبوة 125 جنيه، وفي حالة الحصول على 2 عبوة هيكون السعر 199 جنيه بدلا من 250 جنيه بتوفير 50 جنيه كاملة فقط من شركة نيوتوب. للحصول